مشاهير اليهود في تاريخ السينما المصرية، منهم اللي اشتغل جاسوس لصالح إسرائيل، ومنهم اللي غير ديانته ودعم الجيش المصري. زمان السينما المصرية كانت لا تؤمن باختلاف للأعراق والديانات، وهنا هنعرض عليكم بعض الممثلين اليهود في تاريخ السينما المصرية. كاميليا اتولدت في اسكندرية من أبين مسيحيين، إلا أن زوج والدتها كان يهودي وبناها وشالت اسمه وديانته لتكون ليليان ليفي كوهين. شاركت في عدد من الأفلام، ومنهم قمر 14، آخر كبة، المليونير، وبابا عريس. وفرقت كاميليا الحياة بعد تعرضها لحادث سقوط طائرة، وتقال وقتها إن الحادث مدبر عشان كانت بتتعاون مع الموساد الإسرائيلي. إلياس مؤدب اتولد الفنان في طنطا، محافظة الغربية، وانتقل علشان يعيش في القاهرة هو وأسرته، وعاشوا في حارة اليهود. اشتغل كمونولوجيست في الأفراح، واتشهر بإتقانه اللهجة الشامية، وهو كمان مكتشف الطفلة المعجزة فيروز، وليه عدد من الأفلام وأهمها عنبر، حلال عليك، حبيب العمر. كان من ضمن عدد من اليهود اللي اتقبض عليهم واتهموهم بالجاسوسية، لكن خرج بعد عدم ثبوت أي أدلة عليه. رأي إبراهيم، رغم ولادة الفنانة رأي إبراهيم في مصر، إلا أن ولائها الأول والأخير كان لإسرائيل. اسم الفنانة الحقيقي راشال إبرام ليفيفي. عاشت في حارة اليهود في القاهرة، وظهر تعصب الفنانة ضد العرب رغم مصريتها وولائها الشديد لإسرائيل، ظهر في أكتر من موقف، وأبرزهم رفضها المشاركة في فيلم بتقوم فيه بدور بدوية بتخدم الجيش المصري، الأمر اللي أدى إنه الوسط الفني يبعدها. وبالرغم من وجود كلام عن تعاون رأية مع الموساد عشان يختال عالمة الذرة سميرة موسى نتيجة رفضها عرض بالحصول على الجنسية الأمريكية، إلا إنه محدش قدر يثبت الكلام ده، لغاية ما ظهرت حفيدة الممثلة مؤخراً وأكدت صحة الكلام ده. وكشفت ريتا ديفيد توماس حفيدة رأية إن جدتها كانت على علاقة صداقة حميمة بعالمة الذرة المصرية، وده من واقع مذكراتها الشخصية اللي عثروا عليها من سنتين. حفيدة الممثلة الجاسوسة أكدت إن جدتها ساهمت بشكل رئيسي في تصفية عالمة الذرة المصرية من خلال استغلال علاقة الصداقة اللي كانت بتجمعهم، واللي كانت بتسمح لها إنها تزورها في بيتها كتير وتصوروا بشكل دقيق. وفي مرة من المرات قدرت رأية تسرق مفتاح شقة سميرة وادتها لمسؤول الموساد في مصر، وبعد أسبوع راحت رأية علشان تتعشى مع سميرة في الأوبرج، وده إدى فرصة للموساد إنهم يدخلوا شقة سميرة ويصوروا أبحاثها ومعملها الخاص. كانت إسرائيل قلقانة من طموح سميرة موسى اللي كانت بتسعى لامتلاك مصر للقنبلة الذرية وتصنيعها بتكاليف بسيطة. عرفت رأية إبراهيم وفقاً لمذكرتها بموعد إحدى زيارات سميرة موسى لإحدى المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فبلغت الموساد الإسرائيلي علشان يتم اغتيالها في حادث. وبعد الحادث استقرت رأية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك اشتغلت في التجارة، وبعد كده سفيرة للنوايا الحسنة لصالح إسرائيل إلى أن توفت. ليلى مراد أشهرت إسلامها سنة 1946 بعد ما اتجوزت من الفنان أنور وجدي بكذا سنة، ولحقتها تهمة التعاون مع الكيان الصهيوني بعد حرب 48، إلا أنها نفت الشائعة دي اللي روج ليها طلقها، واتبرعت للجيش المصري بعد عودته من حرب فلسطين. نجمة إبراهيم واحدة من أشهر الفنانات اللي أتقنت أدوار الشر، فهي اتشهرت بدور رايا في رائعة صلاح أبو سيف رايا وسكينة بعد نكسة 67، وقدمت عدد من العروض المسرحية واتبرعت بكامل إيرادات المسرحية لصالح الجيش المصري، وما عملتش زي أختها سيرين إبراهيم اللي غادرت لإسرائيل، بل وفضلت إنها تفضل مقيمة في أرض مصر. سيرين إبراهيم هي الأخت الأكبر للفنانة نجمة إبراهيم، وبدأت شغلها كممثلة وشاركت في عدد من الأفلام منهم ليلى وطاقية لخفة. وأول ما أعلن قيام إسرائيل هجرت سيرين مع عدد كبير من اليهود اللي هجروا. شالوم هو ممثل كوميدي يهودي، وكان شالوم أول ممثل يقوم ببطولة أفلام بتحمل اسمه زي شالوم الرياضي وشالوم الترجمان،
ورفض شالوم الهجرة لإسرائيل وسافر لروما، ومن المفارقات إنه مات يوم إعلان قيام إسرائيل. جراسيا كاسين ليها عدد كبير من الأفلام، وأهمهم فاطمة وماريكا ورشال، أحمر شفايف، ولعبة الست. هجرت جراسيا لإسرائيل في فترة الخمسينات وماتت هناك، وفي النهاية كان لأجهزة الدولة المصرية دور كبير في اكتشاف الممثلين اليهود اللي كان ليهم تعاون مع الموساد.